طيب زي ما قلت لحضراتكم انا بوعدكم بفقره مختلفه جدا ومتميزه جدا، لانه اصحاب هذه المبادره الموجودين معانا اشخاص مختلفين، مش مختلفين لانه عندهم تفصيله في حياتهم مختلفه، مختلفين لانهم بيفكروا في الحياه بطريقه مختلفه تماما. يعني بالرغم من الاختلاف اللي عندهم اللي علاقه بالسمع وبالكلام، الا ان هم شايفين ان احنا موجودين في الحياه ولازم لنا مكان، وهنفضل نعافر وندور في الحياه لحد ما الناس تسمعنا وتشوفنا واحنا بنتكلم بايدينا. مبادره ايدي بتتكلم مبادره حقيقيه بغايه في التميز، وشايفه انه هيقدروا يوصلوا اهدافهم اللي هم مقررينها بالفن وبالسينما وبالافلام وبالغنى. طريق مختلف ويمكن طريق كمان قريب لقلوب الناس، انك توصل للرسالة دي بالفن وبالموهبة وبالسينما وبالمسرح. منورنا ومشرفنا اعضاء ومؤسسين هذه المبادرة. قمر اهلا بيك يا قمر، منورانا. قمر عادل خليل اهلا بيك يا قمر. قمر انت الوحيدة اللي بتتكلمي وبتسمعي في الفريق كله؟ اه انا مترجمة ومدربة لغة اشارة. اهلا بيك. وانا مسؤولة عنهم. اهلا بيك يا قمر، منورانا ومشرفانا. حسين طلعت ازيك يا حسين، اهلا بيك، منورنا ومشرفنا، برضو واحد من مؤسسين هذه المبادره. ونبتدي بقى من هنا. هاجر صح كده، علامه كل حد يا جماعه ليه علامه بتميزه، يعني هاجر الشعر الكيرلي اهلا بيكي، الشهيره بمادونا صح كده، او مادونا اهلا بيكي يا حبيبتي منورانا. صفوت حسن الودان كمان ودانك حلوه والله، اهلا بيك منورنا. محمد طارق الشهير بحماده اهلا بيك، انت علامتك كده ليه قلت لي؟ عشان اشول اهلا بيك. سيلفيا اهلا بيك يا سيلفيا، علامتها ايه؟ سيلفيا الشعر برضو كيرلي برضو. منورين ومشرفين. معانا طبعا عمر هشام ابراهيم المترجم الموجود معانا، منورنا ومشرفنا في الويندو لترجمة هذه الحلقة بلغة الإشارة. يا دي النور من ايه عملتوا كده صح؟ كده منورين. ايه حكاية المبادرة؟ هي المبادرة احنا كنا هدفنا في البداية ان احنا لازم نعمل دمج في المجتمع بين الصم وبين المتكلمين، بحيث ان الصم ما يبقوش حاسين ان هم عايشين في جزيرة لوحديهم، لان هم عددهم كبير، عددهم من 5 لـ7 مليون، فان هم يبقوا حاسين ان هم عايشين في جزيرة لوحديهم، ما بيتعاملوش غير مع صم بس، ما بيتجوزوش غير من صم بس، ما بيعيشوش حياتهم مع الناس، حاسين ان احنا ما لهمش سقف احلام. لا دخلنا وقلنا لا احنا هنكسر سقف الاحلام، نكسر سقف دوت ويخليه يعدوا السقف بتاعهم كمان ويحلموا، وان هم هيحققوا كل حاجه في حياتهم. عملنا من المبادره قلنا ان احنا مش هنبقى بس هنختص بالمتكلمين ان احنا نعلمهم الاشاره او ان احنا هنغني والناس تشوفنا، لا احنا عايزين نوصل احساسنا اكتر. عملنا مسرحيه قبل كده اسمها العطر، وكانت اخراج محمد علام، وكان الفريق اللي معانا طلبه المعهد الفنون المسرحي، وكمان كان معانا مجموعه كبيره من الصم. وعملنا بعد كده فيديو كليب تحيا مصر، كان روعه احنا شفنا حاجات منه. كان اداره الشؤون المعنويه للقوات المسلحه انتاجهم، وكنا عاملين بعد كده، عملنا دلوقتي بنعمل فيلم سينما. أيوة. دي اول مره تحصل في مصر وفي الوطن العربي كله ان يبقى في فيلم سينما بنسختين، نسخه متكلمين ونسخه لخطيب الصم. المتكلمين يعني مثلا لكل بطل، يعني مثلا بطل الفيلم بتاع خطيب مراتي احمد سعد، الفنان احمد سعد، قدامه حماده. طب قبل ما نفهم بس الفكره بتاعت الفيلم، لان انا محتاجه افهمها كويس قوي. أوكي. انا عايزه اسالك على حاجه، انتوا ازاي هتقدروا انت انا مبسوطه بيكي جدا والله، مش عايزه اقول لك، انتوا ازاي هتقدروا ان انتوا تحاولوا تجمعوا اكبر عدد من الصم علشان يقدروا يعملوا هذا الكم من الانجازات؟ يعني انتوا ورش عمل بتعملوها، افلام بتعملوها، اغاني بتعملوها، ازاي تقدري تجمعي دوت مع اكبر عدد؟ تعملوا اعلان، بتعملوا ايه؟ هو اصلا الميزه في مجتمع الصم ان هم كلهم عارفين بعض، يعني من محافظات لكل، يعني احنا كلنا عارفين بعض، الحاجه عندنا بتنتشر بسرعه،
لان احنا عندنا يعتبر يعني على الفيسبوك كلنا لو نشرنا فيديو شوف الفيو بتاعنا بيعلى جدا بسبب ان احنا كلنا بنتابع بعض، بنشوف بعض، بنعرف اخبار بعض. الصم دايما على طول بيدعموا الصم اللي زيهم، يعني على طول بيدعموا بعض علشان خاطر عايزين الناس تعرف الصم ويتسلط الضوء عليهم اكتر. وكمان احنا دلوقتي عشان احنا بنعمل ورش كتيره، يعني احنا بنعمل حرف يدويه، بنعمل لهم كمبيوتر، بيعمل لهم دلوقتي في ورشه صفوه المسؤول عنها ورشه اخراج سينمائي، هو بيجمع الاطفال من سن 8 سنين لغايه 17 سنه، والمخرج محمد عزت هو اللي هيبقى المسؤول التدريب، وصفوه هيبقى معاه يساعده، وهو اللي بيجمع الصم دلوقتي صفوت، وهو اللي بيرتبهم وبيتفق معاهم والمواعيد، وهيروح معاه يساعده، وهتبقى الورشه ورشه عددها كبير جدا اصلا، يعني معانا 50 اصم ما شاء الله. انا عايز اعرف بس سنهم. تعب مادونا كام؟ 22 سنه. مادونا انت بتتكلمي ايه يعني؟ بتتكلم اتكلمي يا ضعيفه سمع. مادونا ضعيفه سمع، يعني انت سامعاني كويس؟ عظيم. صفوت 20 سنه. 20 سنه بس دي 20؟ دي 20 كده. طب والنبي 35 ازاي؟ 35 اهي 35 صح كده؟ كده. حماده 25. سيلفيا 26. وحسين 26. عرفتوا بعض ازاي يعني؟ من ايه؟ احنا كلنا متعودين لان احنا مع بعض في المدرسه. كنتوا مع بعض في المدرسه كلكم؟ كلهم، كل المجموعه دي؟ بس يعني تفاوت الاعمار، يعني مثلا هم مع بعض في المدرسه، بس في مثلا اللي كان اكبر الاصغر. طب المدرسه دي مخصصه للسم والبق؟ اكيد. طبعا. هو قبل كده كان وهو صغير دخل مدرسه متكلمين، وبعد كده اتنقل لمدرسه سم. كنت وقتها عارف انه كنت قبل كده عنده مشكله؟ انت بتسمع؟ انا كنت بسمع كويس وبتكلم كويس، بس كل الناس المتكلمين لما كنت في المدرسه كانوا لما كانوا بيشوفوني بتاتا او مش سامع كانوا بيشتموني، فبابا نقلني نقلت المدرسه المعرفه، ما عرفش يندمج يعني. لا ما عرفش. طب وفي الجامعه اخباركم في الجامعه؟ هم هاجر في معهد نظم معلومات، برضو هم نفس المجموعه، بتخلص بتخش نفس المعهد، هو نظم معلومات. مفيش غير حماده بس. هندسه معماري، بكالوريوس هندسه معماري. ومهندس ازاي بالاشاره؟ هو دخل لوحده. ازاي دخلت؟ ازاي ازاي مع كنت بفهم الشفايف، بيعمل الشفايف، الدكتور بيكتب على البورد. هو كان بيفهم الشفايف، لكن مفيش دكاتره متخصصين، مفيش مترجمين للحاله دي. كان زمان كان مفيش دخول اصلا للسم، كان بيخشوش الكليه. بس بعد كده، بعد ما يعني من سنه او سنتين تقريبا، اتفتح لهم ان هم يخشوا كليات، بس ما تعينش مترجمين. طب انا عايزه اسالك انت سؤال. اشمعنى يعني مسكتي الحاله دي او مسكتي الموضوع ده امتى؟ لما اتعلمت اللغه دي؟ ايوه. وازاي اتعلمتيها؟ هي مؤمنه بيهم حبيبتي. لو اكيد في حاجه. انا من زمان قوي كنت حابه ان انا يعني اعمل خير وكده، وبعدين لما دخلت العالم رحت جمعيه رساله وقعدت اسال معاهم ايه الانشطه وكده، عرفت ان الانشطه اكتر نشاط محتاج فينا. انا ابتديت الموضوع تخاطب، يعني اعلم الاطفال. قلت بقى ايه؟ اعلم الاطفال التخاطب واخد حسنات بقى، هيبقى صدقه جاريه طول حياتي، كل ما بيتكلموا دي بالنسبه لي باخد حسنات. كنت عايزه اخد حسنات بقى وكده. فبعدين بدات بقى، دخلت عايزه اتعلم اشاره، قالوا لي في كورس وبلاش وكده، ودخلت الكورس، اتعلمت فاتحه القران، كنت فرحانه جدا. وبعد كده قلت طب انا بقى عايزه اعلم الناس، دخلت لقيت بقى كانت دي بقى الصدمه في حياتي، ان انا الاقي ناس عندها 60 و70 سنه لسه بتعلموا فاتحه القران. فدي طبعا بالنسبه لي عملت شوك كده، قلت ربنا هيحاسبنا كلنا. وبدات افكر بقى شويه مع نفسي، هو ربنا خلقنا ليه؟ اكيد خلق كل واحد ليه هدف. لازم كل واحد فينا يدور على الهدف اللي ربنا خلقه علشانه، عشان يسعى عليه في الارض. يعني مش خلقنا مثلا عشان احنا ناكل ونشرب ونشتغل شغل روتيني وكده، لا، كل واحد ليه هدف. فعشان الهدف ده انا فعلا، ومن ساعه بقى بدات بقى عرفت الشباب، كان بدايتهم صفوت. الله اكبر عليك. كان ابني وهو صغير كده. انا عايزه اقول لهم احنا عايزين نسمع. عايزين نسمع تحيا مصر. تحيا مصر صح كده؟ يلا يلا يا خالد. يلا. وحسين كمان هيبقى معاهم. لا حسين مش تحيا مصر، حسين لا بس هيغني. مش حافظ، مش حافظ الاغاني ليه؟ يلا. طب يلا نبتدي بالشباب يا خالد. يلا اوكي. يلا هنا زي ما هم، بس يقفوا صح؟ تعالي مصر الاول ولا ايه الاول؟ مش عايزه الخبطكم، بس يلا بينا. هما بقى جاهزين؟
بس احنا بنسقف كده بتجنن كده كده كده. انتوا باختصار نموذج نجاح بجد، حاجة تفرح وحاجة تشرف وقد كده يعني. لا بس قولوا لي كنتوا حاسين بإيه وانتوا بتغنوا قدام الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ ها ده ايه؟ ده معناه ايه؟ هو بيقول انا اول مره في حياتي ان انا اقابل السيسي، اول مره اصلا السم في حياته من يوم ما يقابله رئيس جمهوريه. لما قبل كده لما بنشوفه في التلفزيون طبعا احنا ما نفهمش هو بيقول، بس بعد كده لما شفته وقابلته واتكلمت معاه كنت مبسوط جدا، وان شاء الله ان احنا ننجح. طب هم خايفين بكلمات الاغنيه؟ انتوا حاسين بالكلام بتاع فاهمين؟ طبعا فاهم الاغنيه طبعا. طبعا فاهمين بتاعت مصر احنا كلها. لا اصل مادونا مثلا، مادونا هي وصفقت كلهم طبعا كلهم. في احساس كانها سامعه كويس جدا الكلام. هي هي اصلا مادونا سامعه كويس جدا. يعني مادونا من بعيد بتسمع، يعني هي ضعيفه سمع لابسه سماعه بتسمع من بعيد الكلام، وكمان هي بتتكلم حلو جدا ضعيفه سمع. وصفقت برغم ان هو من اسره كامله صوم، لا تحسي انه فنان. بس برضه هو ضعيف سمع. كله فنان. وبرضه حماده هو ضعيف سمع وبرضه من اسره كامله صم. الاسره كامله صم. ام واب واخوات كلهم. وسيلفيا. وسيلفيا لا من اسره متكلمه، بس يعني هي برضه ضعيف السمع، بس سمعها تقريبا اقل منهم شويه. صفوت يعني بتقولي الاسره كلها برضه؟ الاثنين اللي في النص اسرتهم كامله صم. طب وهعمل صح كده؟ حسين ما نعمل حسين. كده حسين علامة. دي العلامه بتاعت حسين. حسين زمان وهو صغير كان شعره عامل كده على طول. طب وحسين العائله برضو بتاعته؟ انت اسره كامل ثم ولا في؟ انا اسرتي كلها، هو الوحيد اللي ثم اللي في الاسره كلهم متكلمين. كنت زمان لما انا كنت صغير كنت ما بعرفش اتكلم، واحده واحده ماما كانت على طول بتقعد تعلمني التخاطب، واحده 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 بدات اتكلم كويس شكرا لماما، وبعد كده شكرا لربنا، وبعد كده ماما. بس بيكلموك في البيت بالاشاره؟ طب هما في البيت بيتكلموا معاك بالاشاره؟ لا بيتكلموا بالكلام العادي، بس انا بعرف الاثنين، بعرف الاشاره وبعرف الكلام. كنت زمان في الكليه. انت كليه ايه؟ كليه تعليم صناعي. انا تعليم صناعي جامعه حلوان، قسم الكترونيات جامعه حلوان. جامعه حلوان. انا زمان لما كنت بشوف الدكتور كنت برضو مش فاهم، كنت بقعد مع صحابي، هم صحابي اللي كانوا بيساعدوني ويقعدوا يعرفوني لغايه في سنه رابعه كنت طالع من العشر الاوائل. يا حبيبي الله عليك. الحمد لله. هو مهم انك هو انا بفهم المهم بس اركز، وبعد كده بفهم لما بشوف المذاكره يعني بشوفها واركز
لا مش على طول ما اقولش مش فاهم، لا بحاول ان انا اركز فيها وافهمها. قمر، دايما يقال ان نسبه الذكاء بتبقى اعلى من الاطفال العاديين. هل انت ما كنتي بتعاملي اللي بيتعلموا الخطابه او التخاطب كنتي بتحسي ان فعلا نسبه الذكاء بتاعتهم اعلى؟ لان ما شاء الله شكلهم كلهم اذكياء جدا. هم انسهم عندهم نسبه التركيز عاليه. يعني نسبه التركيز بتاعتهم عاليه لان هم بيركزوا قوي في الايدين وحركه الايدين. يعني مثلا انا ممكن اتكلم وده بيبقى بيتكلم، فهو يبقى بيركز في الاثنين وهما بيتكلموا، فهو عنده نسبه التركيز عاليه جدا. بيسمع اثنين بيتكلموا. بالظبط. بس الذكاء بيتفاوت زيه زينا بالظبط. اصلا الصم يعتبر مش هم يعني مش من ضمن المعاقين قوي، او مش من ضمن ذوي الاحتياجات الخاصه، لان هم عندهم لغه. اللي بيفرقهم عننا اللغه، هم عندهم لغه اشاره واحنا عندنا الكلام بس. فهي دي اللي بتفرقنا بيننا وبينهم. لكن هم عاديين خالص زيهم زينا. طيب انا كنت عايزه اسالك، دور حسين ايه في المبادره؟ كلكم بقى يعني. انا بقى مصمم جرافيك وديزاين في الفوتوشوب في مبادره ايدي بتتكلم. على طول بعمل ايد انا. وكمان قريب ان شاء الله هعمل ورشه للاطفال وللشباب، هعلمهم فيها الفوتوشوب ان هم يعملوا يعرفوا بعد كده الفوتوشوب سهل بالنسبه لهم ان هم يتعلموا واحده واحده. طيب يعني كلهم ليهم لا اتفضل كلهم ليهم ادوار ولا كله؟ كلهم ليهم ادوار. يعني هاجر مادونا مادونا هي عضوه في معانا في المبادره. هي الورش على طول هي بتيجي تنظم معايا هنا الناس. الورشه مثلا من بدايتها بتيجي تقعد معاهم تشرف عليهم تنظم القعده. كم واحد في المبادره؟ احنا المؤسسين ثلاثه. تمام. انا وحماده وعمر هشام اللي بيترجم الويندو. والاعضاء كتير بقى كام؟ بعدش يا جيمي. لا كام؟ يعني كتير، يعني ممكن حوالي 10 مثلا، 6 7 10 اساسي، والباقي كله بقى بيجي بقى يتعلم ويمشي، يجي يتعلم ويمشي. يعني مثلا صفوت من الاعضاء برضو بتوع المبادره، هو كان الاول ماسك قسم السياحه، هو ولا التاني ما جاش النهارده. مقسمينها يعني اقسام جرافيكس السياحه. في ده ديزاين، هو مسؤول عن اي حاجه. اللوجو هو اللي عامله لنا، لو مثلا بننزل مثلا ورشه هو اللي بيعمل لنا صورتها. مثلا اي صوره الجرافيك بتاعتها هو اللي بيعملها. مثلا الايديهات بتاعتنا قريب هنعمل تيشرتات عليها اللوجو بالحروف بشكل لطيف خالص، برضو حسين هو اللي بيعمله لنا. حماده مسؤول اي حاجه بقى في المبادره على طول، هو اللي بيتابع مع الصم، بيتابع الاخبار، بيتابع بينظم حاجات. ده شغل حسين. فهمهم ان ده ده الشغل بتاع حسين. قبل كده هو عمل الحاجات دي في شغله، هو اصلا بيشتغل بره في شركه ديزاين يعني. طيب انتوا بتعملوا عاملين فيلم واديكوا عملتوا الاغاني اهي وترجمتوها وغنيتوا قدام الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني مرتبين دماغكم ازاي؟ يعني ماشيين في اي اتجاه؟ في فيلم، في غنى، مرتبين الامور ازاي؟ احنا قبل كده كنا دخلنا قبل كده اول مره نخش المسرحيه، كان الموضوع بالنسبه لنا كان صعب، قعدنا بروفات كتيره قوي وقعدنا واتدربنا. وفي البدايه بعد ما المسرحيه حفظناها كان مستصعبين ان احنا نحفظ كل دوت في المسرحيه ونعرضه. بعد كده ما حفظناه لان الموضوع سهل ومع البروفات. كنت اول مره اعرض فيها في المسرحيه كان الموضوع صعب جدا، بس بعد كده خلاص لقيت الموضوع سهل خالص، واخدت على الجمهور واخدت على الناس وبقيت. هو الجمهور كان برده من الصم والبكم الناس ولا ايه؟ لما يعني بتشوف المسرحيه كانت صم ولا صم ومتكلمين؟ الاثنين. كان صم ومتكلمين الاثنين مع بعض. كانت لما بيبقى الصم قاعدين بيفهمونا والمتكلمين قاعدين، لان احنا اصلا المسرحيه فكرتها ان احنا عاملين ميرج بين الكلام، دبلجين كل الاشارات. يعني. في ممثلين متكلمين متعلمين الاشاره وبيترجموا الكلام وبيتكلموا بالاشاره الاثنين. فكانت فكرتها جميله قوي. ولو هم اصلا وبعد كده لو احنا بنعمل حاجه هم مش فاهمين هم بيحسوا بينا بالحركه بتاعتنا. وبعد كده بعد ما خلصنا قلنا كان كلمنا الاداره الشؤون المعنويه وقلنا ان احنا هنطلع ونعمل اغنيه وتتعرض على السيسي. لا دي صعبه جدا. مش انتوا اللي كلمتوا الشؤون المعنويه؟ المبادره هي اللي اتصلت؟ لا لا لا، هم اللي اتصلوا بينا، هم اللي اتصلوا بقمر.
هم اللي كلموك. هم اللي كلموني، هم اللي كلموني كانوا سامعين. انت بتقولي هم اللي اتصلوا بترجم بالظبط اللي هي اللي اتصلت بيك القمر. هم قال لي كده. هم المفروض ان احنا كنا عاملين الاغنيه دي قلنا عشان نعمل دعايه للمسرحيه. فاحنا المخرج قال ان هم هيعملوا الاغنيه فيديو كليب وننشرها على الفيسبوك. فانا عملت صفحه وبدات احط الصم كلهم بتوعنا وبدات اقول لهم اشجعهم يلا اعملوا لنا الاغنيه من كل دول العالم. وبداوا فعلا ثم يبعتوا لنا من السعوديه الفيديو الاغنيه تحيا مصر، وفي من المانيا اتبعتت لنا قبل كده بنوته من المانيا غنت تحيا مصر تحيا بالاشارات بتاعتنا مش بتاعتها، وبدات الشفايف بتاعتها تقول تحيا مصر تحيا كده بشفايفها. احنا معانا اغاني تانية صح؟ معانا اغاني تانية ممكن نعرضها يعني. هنغني احلم معايا. يلا بينا. يلا جاهزين باحلم معايا؟ حسين بقى يا جماعه. يلا انا يلا يلا بينا. احنا نحلم. مين اللي بيكتب الاغاني دي ويلحنها؟ هو دي اغنيه اصلا حمزه نمر بس انا اللي بترجمها، يعني انا بترجمها واقعد اعلمها لهم. وتحيا مصر انا اللي مترجماها، يعني انا مترجمه تحيا مصر والاغنيه دي احنا معايا. هم كل شويه يقولوا لي قمر
يلا اغنيه يلا أمر. يعني احنا كنا قبل كده في المسرحيه عملنا اغنيه ما فيش صاحي بيت صاحي والله يعني طب حته كده ما فيش صاحي بيت صاحي بس انتوا عايزين تسمعوها لازم يسمعوا لازم لازم يعرفوش لا ما يعرفوش كده هي موافقه بس موافقه طب يلا يا مادونا يلا 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 حته كده لازم الاغنيه بتقولي ما اعرفش لازم لازم تسمعها المبادره غيرت حياتكم ازاي المبادره يعني ايه فرقت ايه في حياتكم بعد ما تعرفتوا على بعض بعد المسرحيه وبعد الفيلم وبعد الاغاني هي بتقول انا حياتي اتغيرت وكمان بعد الفيلم حاسه ان احنا كمان هيبقى في تقدم كتير قوي والصم هيشوفونا وكمان ان شاء الله يبقى نخش مسلسلات كمان يا رب ان شاء الله انا حاسه بكده ان شاء الله يا حبيبتي طيب وحماده كل واحد فيهم عنده حاجه المبادرة أنا كنت قبل كده الصوم أنا كنت مع حبة صغيرين مع الصوم بتوعي ما كنتش متعود إن أنا أبقى مع متكلمين من بعد ما بدأنا نعمل حاجات كتيرة ونعمل أنشطة كتيرة ونعمل ورش ونعمل مسرحيات ونعمل أفلام بدأنا نساعد صوم وصوم يدخلوا معانا وكمان المتكلمين بدأوا يخشوا معانا حسنا بالدمج إيه ده قدام إن شاء الله قريب كمان قدام هنبقى زينا زي المتكلمين ما نبقاش لوحدينا معزولين لا هنبقى إحنا الاتنين مع بعض في يعني متساويين من الاول انا كنت قبل كده في المسرحيه كنت حاسس ان الصم عادي يعني مش هنعمل مسرحيه تقليديه بتاعت مدارس عادي بس بعد كده لما بدات اشوف ان بيجي لنا ممثلين وبيجي لنا ناس فنانين بيجي لنا ناس متكلمه وناس بتيجي وتقعد تتفرج علينا وتقعد تعيط كمان وكمان انا عمري مش هنسى واحد بيقول انا عمري ما عيطت على بابايا لما حتى لما بعيط ولما بابايا مات ما عيطتش عليه واول ما شفت مسرحيتك انا عيطت انا استغربت من كده انا عمري ما نسيت قبل كده حاجه زي كده وبعد كده كمان بعد كده رحت الفيلم شكرا كتير قوي القمر مادونا انا كنت قبل كده ان احنا هنخش فيلم ان احنا هنمثل ان احنا نعمل اي حاجه كنت طبعا مش حاسه ان احنا اللي هنعمل كل دوت كان نفسي ان انا كنت ابقى صحفيه او ابقى مذيعه بعد كده كنت مع قمر اخذتني رحنا لدكتور محمد سعيد محفوظ وفي تدريبات بتاعت ميديا توبيا كنت بتعلم حاجات كتيره قوي بس كنت طبعا يعني ما عنديش احساس ان انا نفسي يبقى برامج للصم طبعا ما فيش بعد كده لما قمر اخذتني ورحنا المسرحيه وقالت لي هتمثلي قلت طبعا لا عادي مش هتبقى معروفه وما فيش حد هيعرفنا لا ولقيت الناس بدات تعرفنا وكمان كل الناس بدات تعرفنا وشكرا كتير لقمر هي كانت دايما بتحمسنا وبتقول لنا ما فيش حاجه صعبه وكمان من الغريب ان احنا كمان نعمل فيلم سينما يعني مش سينما مش مسرح بس وبس ايه دي حسين اللي في الاخيره حسين المبادره او انا امنيت حياتي اني في الاخر بس في برنامج للصم ان شاء الله يا حبيبتي انا مبادره انا مع ايدي بتتكلم انا ان شاء الله مع مبادره ايدي بتتكلم ان شاء الله انا هحاول ان انا اعلم كتير قوي في الفوتوشوب ان انا هخليهم ليهم مستقبل الاطفال ان اي حاجه هعلمها لهم في الورشه والشباب كمان والمكان انا نفسي بس ان يبقى في مكان علشان خاطر ان احنا نقدر نعلم اكتر انتوا قاعدين فين مكانكم مصادر الفلوس يا قمر يعني انتوا عندكم انتاج سينمائي وعندكم مسرح واكيد بتحجزوا مسرح بتدفعوا فلوس وبتلتقوا هو المسرحيه كانت انتاج الدوله انتاج الفيلم خطيب مراتي انتاج واخراج احمد عفيفي الاغاني احنا بنعملها بنقعد نعمل في البيت يعني احمد عامل الفيلم ليه يعني انا عايزه افهم يعني هل علشان عايز يوري الناس هو اول فكره ايه لا 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 هو شاف المسرحيه تقريبا واول ما شافها هو كان في البدايه حابب ان هو يترجم الفيلم بس كويندو ترجمه اشاره وبعد ما شاف المسرحيه قال لي لا ان احنا نبدا نعمل نسخه كمان للصم بنفس السكريبت بنفس الممثلين هنا فيلم كامل فيلم كامل يبقى للصم وكمان في قريب مفاجاه كمان يعني السينما هتبقى بشكل مختلف كمان مش عاديه صوت وكده لا هيبقى في سينما كامله للصم بشاشه كامله وفيها بقى حاجات حلوه كنت عايزه اسال سؤال انتوا مركزين على الفن على جانب الفن والابداع يعني حتى الديزاين يعني مركزين على الحته دي اشمعنى هو عامه الفن ده اكتر رساله بتوصل للناس مبدئيا يعني لما بيبقى كل واحد لما بتوصلي اغنيه عشان توصلي لقلب حد توصلي له بالفن
بتوصلي الرساله بتاعتك. فان احنا نوصل رسالتنا وبعد كده ننتشر، نبدا بقى يعني اهم حاجه ان الناس تعرفنا ويتسلطوا الضوء علينا ويعرفوا ان في شباب عندهم مواهب وتتوظف مواهبهم دي في حاجات يستغلوها، بدا يعني تبدا تطور من نفسهم ويحسوا ان هو جواهم لا انا عندي اكتر واكتر. صحيح. الجيل بقى اللي هيطلع بعد كده هنفتح له بقى ابواب كتيره قوي، هم بقى يتعلموا مدارسهم. دلوقتي احنا كمان بنبدا نركز على المدارس، ناخد الاطفال نبدا نشتغل معاهم يعني. وكمان قريب ان شاء الله هنعمل معسكر في العريش، هنروح ندرب كليه تربيه جامعه العريش، هندرب كورس اشاره كامل للطلبه هناك، واحتمال كبير نفتح فرع هناك لايدي بتتكلم، يبقى هم مسؤولين هناك عن الصم بتوع العريش. يعني خلونا ناخد معانا يعني في ناس عايزين يكلموكوا على التليفون. معانا مارينا، مارينا الاول ولا امل؟ يا مارينا. الو، اهلا اهلا، اتفضلي. مساء الخير. مساء الفل. عاملين ايه؟ احنا كويسين، انت عامله ايه؟ ماله التليفون النهارده يا مارينا؟ سامعانا حبيبتي؟ وحشتينا، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا حبيبتي، ربنا يخليكي يا مارينا. حابه احيي الناس الجميله اللي معاكوا دول، لما يعني بشوف ناس زي كده بتشجع اكتر، لان انا عندي مامتي في مدرسه سم وبوكس، وبتحكي قد ايه الناس دي عندهم طاقات ومواهب، ومحتاجين ان الحكومه تشجعهم اكتر وتديهم فرصه اكتر، لان فعلا بتبقى مواهبهم مش موجوده في ناس بتتكلم. والدتك يا مارينا مدرسه بلغه الاشاره؟ لا هي مش مدرسه، هي اداريه في مدرسه، بس بتشوفهم وزمايلها زمايلاتها المدرسات بيحكوا لها قد ايه في مواهب في الناس دي. الناس دي عايزين دعم يعني، اللي بتقوله لك كمان دعم، لان فعلا عندهم مواهب. عايزين دعم وعايزين تشجيع، ده صحيح. اشكرك يا مارينا، شكرا جزيلا. محتاجين نتعلم اكتر. امل، هو بس عايز يقول لها حاجه. طبعا. هو اللي بيتكلم في التليفون بس هو هيقول لها حاجه، هو ما بيحبش كلمه صم وبكم، احنا كلنا ما بنحبش كلمه بكم، احنا صم وضعاف سمع. صم ده خاص بان احنا يعني ما بيسمعش او ما فيهوش سمع، لكن ضعيف سمع ده اللي هو لابس سماعه وبنتكلم بسيط، بس ابكم ما فيش حد فينا ما بيعرفش. يعني ممكن تبقى مش قصده ضعيف سمع، هو صم وضعيف سمع. صم وضعيف سمع. بس خلي بالك، بصي حماده، ساعات بيبقى المدرسه نفسها مكتوب عليها كده، فهي برده مش قصدها. هو احنا اتعلمنا غلط يعني، انت عارف. انا في المدرسه بتاعتي مكتوبه فوق صم وضعاف سمع. احنا اللي معلوماتنا احنا اللي عندنا مشكله، هو كده. يا امل، الدارج هيتصلح. امل قفلت، هي بتقول احنا متعودين في مدرسه مدينه نصر بيقولوا لنا صم وضعاف سمع. حاضر. محمد من البحيره، استاذ محمد. الو، اتفضل يا استاذ محمد. الو، اتفضل يا فندم. استاذ محمد ممكن تسمعنا من التليفون اذا سمحت؟ ليه ثلاث مرات؟ ليه ثلاث مرات؟ ليه بنسمعها اربع مرات؟ شكرا يا استاذ محمد، كنا عايزين نسمع صوتنا بصراحه. بصي بقى، سمعوا مادونا مفاجأة اللي انتم محضرينها. يلا اسمعي، يلا شغل يا خالي، شغل الغنى. برافو عليكم، برافو عليكم. انا عايز اعرف انتوا مخططين لحياتكم الجايه ازاي؟ انت سيلفيا،
الجواز اخباره ايه؟ العيال اخبار ايه؟ اطفال؟ لا 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 مش إيه؟ بفكر في الجواز، انا مش عايزه اتجوز، انا بفكر ان انا يبقى ليا مستقبل الاول. وانا اول مره ان انا اخش، ان انا في الاول دخلت مسرحيه كنت الاول خايفه في التدريبات وكده، بعد كده في حد شافني قال لي ان انت ممتازه وكويسه، وبعد كده انت بالظبط بتمثلي زيك زي المتكلمين، مش قليله ولا انت مش كويسه. وبعد كده الحمد لله ان انا كمان دخلت امثل في الفيلم، انا مستغربه جدا يعني انا صم وهمثل، انا ما كنت مبسوطه قوي ان انا دخلت، وان شاء الله انا حاسه ان قريب هخش كمان هكمل الاغاني، او هخش كمان تبع شؤون المعنويه لان هم هيعملوا لنا اغاني تانية، فان شاء الله انا هخش فيها. وكمان في مبادره ايدي بتتكلم انا هساعد جدا معاهم. حماده المستقبل بتاعي انا متحمس جدا، لان انا كنت اول ما انا من زمان انا كنت بكبر ان انا مع صم بس، دلوقتي انا حاسس ان انا متساوي، انا زي الصم المتكلمين، انا دلوقتي هبدا ان انا ابقى معاهم، وان شاء الله انا قريب لما اتجوز. لا هتعمل ايه في الهندسه؟ يعني في الهندسة هتعمل ايه في الهندسه؟ انا في كليه هندسه، انا قبل كده اول ما دخلت المدرسه او دخلت الكليه كلهم كانوا متكلمين، قلت اكيد انا مش هعمل حاجه انا هسقط، وبعد كده قعدت اعيط، كنت متضايق جدا ومش عارفه اذاكر ومش عارف اعمل حاجه، اللغه كانت مختلفه. بعد كده واحده واحده كان واحد صاحبي هو اللي كان برضو بيقعد يعلمني، وهو اللي كان بيقعد يساعدني في الكتابه، ولو كان في حاجه كان بيقولها له وهو بيقولها لي صاحبي، فضل معايا 6 سنين هو اللي كان بيشيلني، وانا كنت فرحان جدا. انت هتعملي بعد كده في الشغل؟ بعد كده في الشغل دلوقتي انا مركز في التمثيل بس، انا وفي المسرح وفي الاغاني ما عنديش وقت، بس انا موقفه مؤقتا وهرجع لها تاني. ايوه لازم، ما ينفعش كل دوت، لازم لازم كل ده تبقى باشمهندس قد الدنيا طبعا. اصلا ماما بالعافيه عايزاني اخش هندسه، ماما يعني مش هي مربياني كل دوت عشان في الاخر نفسها ابنها مهندس. فبعد كده انا شكرا جدا اصلا لماما ان هي اساعدتني كده، وانا اكيد لما هتجوز هبقى بشتغل. انتوا عندكم غنوه لسه ومفاجاه، خلونا نسمعها ونختم بيها مفاجاه، بان انت قلت ماما لان انت قلتي لي انها ماما. يلا بينا، يلا نسمعها، نسمع اغرق. مش حافظينها، انا مش حافظ. انت بس اللي حافظاها بجد؟ بس عايزين نسمعها برضه. نسمعها. ما انا مش عارفه اترجم من غير ما اسمع. روحي تزيد ارتياح، بركة دعاك تحمي روحي وتعلي اسمي، وانداقت بيا يما بلقى في حضنك براح. يا احلى كلمة طعمها حلو في لساني، حبك في قلبي مش حبيبة، فيها من بلمحك يا ام حنان معك.
يما تسوى كل الحياة. انت كل اللي لينا حضن مضلل علينا ومطمنا وحمينا ومحسسنا بدافى. بحبك يا ماما. بحبك. بحبكوا. نورتي الدنيا يا قمر. وان شاء الله المبادره دي تتسمع في الدنيا كلها وعددكم يكبر اكتر واكتر وتحفظوا اغاني كتير جدا ونشوفكم في عيد الام اللي قرب تكونوا كلكم حفظتوا الغنوه وتكونوا موجودين معانا وتحفظوا لنا اغاني كتير جدا بلغه الاشاره لان في امهات كتير عايزين نقول لها بنحبكم بلغه بلغه الاشاره. لا عايزاكي تقولي لهم حاجه ان هم انتوا شريحه ناجحه نموذج للنجاح والتفاؤل والتفوق وكتير غيركم بيعرفوا يسمعوا وبيتكلموا وما بيعملوش حاجه فانتوا احسن كتير جدا جدا من ناس تانية وربنا يوفقكم وينجحكم يا رب بجد. ربنا يخليك يا رب. قمر بشكرك شكرا جزيلا. قمر عادل خليل شرفتينا ونورتينا. حسين طلعت بشكرك يا حسين شكرا جزيلا. بنشكرك مادونا نورتينا وشرفتينا. صفوت نورت الدنيا. حماده نورت الدنيا. سيلفيا بشكرك يا حبيبتي طبعا. استاذ عمر هشام ابراهيم المترجم الرائع الموجود معانا دلوقتي بيترجم الحلقه بلغه الاشاره بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ عمر بشكرك شكرا جزيلا. هي دي الحاجات اللي تفتح النفس. ودايما يبقوا موجودين معانا ودايما يعني يطلعوا كل اللي جواهم ويحلموا وحلمهم يتحقق. فاصل وبعد الفاصل نستقبل الشيف عايده شعبان نشوف عملنا ايه النهارده.